السلام عليكم خوتي، لما كنتم وحيثما وجدتم تحياتي لكم في كل قارات العالم. خوتنا اليوم راح نديكم جولة خفيفة حول لندن. راح نبدأ ناخذ القطار، هذا المترو عفوا، قطار الأنفاق، بعد ذلك نروحوا لركن المتحدثين بما يعرفون بسبيكرز كورنر، بعد ذلك إلى شارع أكسفورد الشهير، ومن ثم إلى ريجن ستريت. ريجن ستريت اليوم فيه يعني حفل بهيج بمناسبة اليوم العالمي للطفل. تابعونا في هذا الفيديو. تحياتي لكم وسلام عليكم في كل قارات العالم خوتي. رانا في ركن المتحدثين المعروف هنا بسبيكرز كورنر. البرد شوية، راهو برد شوية الحال اليوم. شوف الحالة كيفاه، قريب ندخل، قريب يدخل الشتاء، فصل الشتاء. شوفوا الحالة كيفاه. المهم سبيكرز كورنر هذا يعني فيه الناس، كل حد يجو هنايا يديروا نقاشات مختلفة، يعني معروف سجدتكم عليه من قبل، عمره أكثر من 150 سنة. اليوم يعني لو كل حال الناس ما كاش بزاف لأنهم مهتمين بالفانفير هناك، يعني للألعاب خاصة بالأطفال، فبالتالي ينقص الجمهور أو الناس اللي تقوم بالمناظرات والنقاشات، نقاشات حادة هنا. اللي عنده فكرة يقدمها، واللي عنده دعوة يديرها، واللي عنده نقاش سواء سياسية دينية اقتصادية أفكار، يعني عمر هذا الركن 150 سنة. يعني بهم لحقوا ليه، يعني يوم راحت به ولاو يهضروا هكذا والناس تتكلم، يعني الناس ناضلوا من أجل هذا الركن أو زاوية المتحدثين. المهم خاوتنا، ربي يحفظكم ويسلم عليكم في كل بقاع العالم، كاين حتى أعوذ بالله الملحدين، كاين يعني عدة ناس يدعوا للدين، كل واحد كيفاه. How are you doing, brother? Assalamu alaikum. Your life, can you say something to Algerian community? Assalamu alaikum, Aljazair. MashaAllah, I love you people. Thank you very much. MashaAllah, bless you and your families, inshaAllah. And bless the Ummah for Islam, mashaAllah. Barakallahu. JazakAllah khair. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. سبيكرز كورنر، ركن المتحدثين أو زاوية المتحدثين. كل يوم أحد يجوا هنا يديروا نقاشات حوارات، ابتداء من الواحدة إلى الثالثة ونص، يعني كل حد. نعطيكم جولة فقط هنا في السبيكرز كورنر. اليوم ما كانش الناس بزاف، فبالتالي بارد حشوية. You're from the Medina. All Arabs, they come from Yemen.
المهم تواصلوا بعدين خوتنا، عندي مكالمة هاتفية، عذرا شخص ينتظرني، لازم نروح نشوفه. ربي يحفظكم ان شاء الله وتحياتي لكم. السلام عليكم. اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. هذو جماعة الشيعة الشرك بالله خارجين من الله ودستش. الناس يقول يا الله، هم يقولوا يا حسين، حسين بريء منهم، حول ولا قوة إلا بالله. شوف هذا كلهم عجم، خدروا في عقول الشباب صغار. زاد قال لك للإرهاب بس، سبحان الله. كلهم باكستان وأفغانستان. يا علي يا حسين، شكون أقرب للحسين؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو جد الحسين والحسن؟ إذا كان الرسول يعني لا يجوز أن تقول يا محمد، فما بالك فكيف تقول يا حسين يا علي ويا حسن؟ أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. مسكوا خوتنا بالحق، ربي يحفظكم. السلام عليكم يا اخوتي، نسلم عليكم بدون استثناء. رانا الان في شارع اوكسفورد ستريت، الشارع الطويل هذا، شارع مشهور، هنا عده محلات مشهوره، المهم الحافلات لندن الى اخره. المهم خليكم عاد الجوله خفيفه خوتي، بدلوا الهواء او برشوي الحال، لكن الناس هي التسوق، بما ان كما نقولوا عيد الميلاد تاعهم هي على قريبه ديسمبر، فالان الناس تبدا تشري الهدايا فهذا هو شارع اوكسفورد الرئيسي، شارع معروف هنا في قلب لندن، في عده مع كما نقولوا محلات عالميه وسواح. ماذا خدام؟ مي نايس، او جاي يصور، كل واحد يخدم جهته. المشكله هنا كل واحد ما يدير كيما يقولوا يتهلا بمشكلته، حنا تاعنا يشغلوا بعضها. المهم هذه الحياه تختلف، كل واحد وعقليته. هذا يخدم، ديال لهم ديسك يغني، او يسمع في الدراما. المهم ربي يعاون كل واحد خوتي. المهم نعطيكم جولة خفيفة حول أوكسفورد ستريت. أوكسفورد ستريت هذا الشارع الرئيسي هنا في قلب لندن، معروف فيه عدة محلات كبرى. هذا سيلفريدج، الناس اللي ما يعرفوش سيلفريدج، سيلفريدج هذا في محل كيما هاروتس، محل يعني متجر كبير، في الأشياء يعني غالية جدا. ورانا في دائما في وسط أوكسفورد ستريت. ما تكلف والو. سيلفريدج. واحد سيد، المهم الحكايه تاع واحد كي يدخل جديد هنا متاهات ويتعلم اشياء. والمهم فرق كبير هنا بيننا وبين الدول الانجلو ساكسونيه والفرنكوفونيه، هنا يستعمل واحد الكلمات تختلف، لازم الإنجليزية مهمة الواحد يقرأ اللغة. فبالتالي واحد سيد صاحبي يذكره بالخير، حييه، مش عارف راه ولا عايش ولا مية سنوات، واحد كيبدا ما يقراش اللغة في البلاد شغل صعيبة شوية، لازم مليح واحد يقرأ لغة البلاد اللي يروح لها، خاصة الإنجليزية.
كي جا هنايا كلمه سالفيش، سالفيش اناني او كما نقولوا حنا يحب روحه نفسه سالفيش. بعد قالوا له سما واحد الناس ما سالفيش عمالو يبيع في وباك سال فيش الحوت وسال بيع الحوت عمالو بيع حوت سالفيش. هذه الكلمه قالوها له عمالو سالفيش عمالو يبيع في الحوت. المهم فقط يعني حياتنا يا سبحان الله الانسان كيما يعرفش اللغه والبلاد يسمى يتمحل له ويتعلم شويه يا اخو، لكن مليح واحد يتعلم لغه البلاد قبل البلاد اللي يروح لها يتعلم لغتها قبل ما يروح لها. شوف الارصيفه كيف دايرينها، شوف الرصيف شحال عريض، شوف شبه ديد شمورة تاعنا شارع ديد شمورة حاشا ربي يرحم يرحم الرجال اللي ضحوا على البلاد. قبضوها قروده حاشا خلق الله. رسام يرسم كلب هذا اكرمكم الله او يخدم يجمع النقود ها 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 او يخدم خدم لها. ربي يحفظكم خاوتي، تحياتي لكم في كل قارة العالم. فقط يعني جولة خفيفة في شارع أوكسفورد ستريت أو بما يعرف هنا ب أوكسفورد سيركس. هنا كذلك يوجد بوند ستريت، شارع كبير بيع الساعات والمجوهرات. هذو يخدموا نقل بالدراجات. محطة بوند ستريت. أخي جودي وراك، روح نشرب قهوة. جودي يا جودي وراك خويا جودي نحييك، خونا صديق هذا عزيز علينا اسمه جودي. الجودي حاكم عليه البلاصة هذه، ربي يحفظه ويحفظ خوتنا في الغربة وفي بقاع العالم في كل مكان. خوتنا نسلم عليكم بدون استثناء. داخل الماي فير، ماي فير هذه جزء من الحي هذا. شوف هم يوجدوا كما نقولوا احنا عيد الميلاد الى اخره. المهم خوتي البث المباشر ياخذ استهلك البطاريه والبطاريه تخلص، لازم ندير بطاريه ثانيه. فقط جوله خفيفه ان شاء الله تعجبكم، اتمنى لكم كل خير. ربي يحفظكم ان شاء الله. وهذا هو خوتي، اتمنوا بلادنا تولي هكذا كي بالدرهم، علاش لا لك لو البحبوحه والله غالب. يا لو كان نخدموا متطوعين وكان يحلوا الابواب نخدموا البلاد متطوعين، والله قادرين نخدموا بلادنا متطوعين. الشعب الجزائري يحب يخدم بلاده متطوع، لكن المسعورين هما يلكلوا البلاد وضيعوا البلاد. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم خوتي هذا جزء من الحي، هذا
هذا محل ديزني يبيعوا فيه اغراض للاطفال. بداوا يحضروا للميلاد. عياد الميلاد تاعهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه شركة فودافون تاع الهواتف النقالة، شركة معروفة. أنا كاين أكثر من شركة للهواتف هنايا، تقريبا 5 أو 6 أو 7 شركات خاصة بالهواتف النقالة. الله يحفظك أخي مخلوف، تحياتي لك. هاوس فريزر، هذه كلمة محل كبير كذلك معروف هنا في أكسفورد ستريت. المهم اليوم الحد الشارع يعني فيري بيزي، يعني في اكتظاظ المتسوقين هنايا، كذلك موجود وجود سواح هنايا كثرة، يعني تعملوا على السواح العرب والأجانب كثرة يجوا دول الخليج هنا، سكان مناطق الدول الخليجية يجوا يديروا الشوبين هنايا. هذا جون لويس، متجر كبير كذلك معروف وشهير كذلك. كاش ما تشوفوش السيارات الصينية هنايا، لو كانت السيارة الصينية تجدها في شارع لندن، وهذا دليل على ان سيارة الموت وشاحنة الموت وحافلة الموت قاتلة، يجيبها غير الدول الفاسدة، يجيبها غير الحكومات السراقة بيسرقوا الشعب، يبيعوا سيارة الموت وشاحنة الموت والشعب مسكين. ليش ما تجيبلوش سيارات آمنة، شاحنة آمنة، حافلة آمنة، ولما لا؟ الله المستعان، الله المستعان. والشعب لازم يقرا يفهم، الشعب ديجا لازم له يفهم ويقرا، مع احترامي للشرفاء الشعب تاعنا لازم يقرا يقرا، لان كل ما يولي امي ما يفهمش يولي ما يفهمش، فبالتالي لازم له هذا مطعم الماكدونالدز، الناس ما يعرفوش، هذا مطعم الوجبات السريعة لكن ليس صحي. المهم خوتي انت ربي يحفظكم، وهذا مكان، هذا ما هوريتكم ان شاء الله. تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فرصة أخرى في تسجيل آخر. تحياتي لكم. السلام عليكم خوتي، ها نحن عدنا الان من اوكس، بعد ما صورنا لكم شارع جزء من شارع اوكسفورد ستريت، راح ريجنت ستريت. اليوم راه مدينين حفل الاطفال الصغار هنايا، يعني كيما احنا نقولوا العيد،
صلعي تاعنا وتاعهم يختلف. المهم غنصور لكم جزء من الشارع في ريجن ستريت، نخليكم ان شاء الله تشوفوا. اليوم غلقوا هذا الشارع واسمه ريجن ستريت، شارع رئيسي هنا في قلب لندن معروف، وداروا فيه يعني العاب خاصه للاطفال، سينما الى اخره، كما احنا نقولوا لوغولاند، فكلها يعني مجانا حتى السينما. فالان تشوفوا الاباء والامهات اللي عندهم اولادهم يجيبوهم مجانا، داروها مثلا احنا كما يسمى هنا عيد الميلاد تاعهم كريسمس. يا ريت احنا الشركات الكبرى احنا يديروا هكذا لاولادنا يلعبوا في البلاد، احنا يحرفوا غير الدورو هذو يبيعوا يعرفوا كيف يتهلاو في اولادهم، بينما احنا الشركات غير اصحاب الشركات والمحلات يديروا الاشهار غير في التلفزيون كيما هذه يبرح بها. جابوا اولادهم الصباح، على كل حال جينا متاخرين، انا عاودت رجعت بعد ما جبت بطاريه اخرى للهاتف، لان التسجيل كي تكون لايف يستهلك كثير من الطاقه، البطارية خلاص بسرعة. داروا الأطفال اليوم، هذا داروا يوم الأطفال مجانا. شوف الحاله كيف منظمه، ها انا حفره وحارو كيف يغطوها، يحبوا يعرفوا غير الحفره تاع الدراهم، يعرفوا غير يسرقوا الدراهم برك، ما يعرفوش يبنوا المستشفيات والا مدارس ولا شوارع ولا قاعد غير يسرقوا. اي مخاوتي فقط حبيت نوريكم، القلب يوجع، القلب يوجع كي تشوف بلدان الناس خادمينهم وبلادنا انه بترول، بلد بترولي، هلكوا اهلك غير خدموا لنا شارع كيما في الدوحه ولا قطر ولا الامارات ولا هلكونا 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 يا جماعه، هلكونا جماعه جماعه وجده، كلوا البلاد وضيعوا العباد، ويقول لك الامر مش سياسي. بالمناسبه هذا اقدم سوق في لندن، ليبرتي اسمه معروف هنا، يا الناس يعرفوه. ما هذا تسجيل اخر هنا في لندن، تصور واش تخلي. دائما في ريجن ستريت اليوم داروا حفل الاطفال كما احنا نقول احتفالات بالعيد تاعهم. والله عفوا على انقطاع لاباك في بعض الاماكن هابطه شويه الانقطاع روح. هذا معروف، هذا البرنامج خاص بالاطفال واسمه جوست بوسترز معروف. هذا فريق العمل، ها الفريق اللي شاركوا في جوست بوسترز. برنامج خاص بالاطفال يا جماعه، واش تصوروا واش تخلوا. الله غالب، شوف جابوا اليوم هذو كاع مثلا الناس او الشركات اللي دير تنتج افلام الاطفال، جابوهم هنا باه يصوروا مع كما نقولوا الواحد الفان تاعهم، يصوروا معهم الاطفال وهكذا، يعني الاطفال يديروا لهم يوم تاعهم، اليوم العالمي للاطفال. كيف اليوم العالمي عندنا حنايا، الماء ما كاش، النقل ما كاش، الترفيه ما كاش، اماكن اللعب ما كاش. وخلي وخلي وخلي
المهم خاوتي نقتصر هنا اذا سوى طويل طويل هذا العرض هذا ما قدرش نغطيه كله. ربي يحفظكم يحفظكم ان شاء الله. راهو على المباشره سوري اسكيز. وصور وخلي المهم ربي يحفظكم. وهذا هو خوتي المهم وريتكم واش صار في الجزء العالم الاخر من العالم. المهم الشرطه تعمل المواطن الو عندهم الشرطه مبتسمه حنا يقول لك على تصور فيا. المهم خوتي ربي يحفظكم وهكذا راح المغرب عصر المغرب. تحياتي لكم وربي يحفظكم.